للتحليل ينضم إلينا من نيويورك أمجد عطية المدير التنفيذي لتريد فيو. أهلا وسهلا بك، وأرحب بضيفتي من دبي نادية البيلاسي محللة أسواق المال في أكويتي جروب. أرحب بكما وأبدأ معك أستاذ أمجد. وعلى الرغم من أن جيروم باول ألمح كثيرا لخفض معدلات الفائدة، هل باعتقادك سيناور الفيدرالي مجددا بورقة موعد خفض الأسعار؟ شكرا يا فندم. أعتقد هناك احتمالية بسيطة لا تتعدى 10% أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ غدا في اجتماعه في نتيجة الاجتماع بخفض أسعار الفائدة، لكن الاحتمالية الأكبر أو الأكثر حدوثا أن يبدأ في سبتمبر. أنا أعلم أنه بنك في أمريكا وبعض المؤسسات الأمريكية الأخرى قد رشحت شهر ديسمبر، اجتماع ديسمبر الأخير من هذا العام لخفض أسعار الفائدة، لكن البيانات الاقتصادية التي صدرت في الفترة الأخيرة والتي تعطي إشارة أن معدلات البطالة قد بدأت في الزيادة في الولايات المتحدة، وأن الاقتصاد الأمريكي قد لا يبدو بالقوة التي كانت متوقعة. أيضا شاهدنا انخفاضات كبيرة في الناسداك والإس إم بي في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، فهناك الكثير من الضغوط التي بدأت على جيروم باول للبدء الفعلي في تخفيض أسعار الفائدة. أنا لا أعتقد أيضا أنه يقوم بتخفيض أسعار الفائدة مع البدء في موسم الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأمريكية، فأعتقد أنه سبتمبر هيكون الشهر الأقرب للبدء بخفض بمقدار 25 نقطة أساس أو ربع نقطة، حتى يكون هناك تمهيد وحتى لا يكون هناك اعتقاد أن الفيدرالي الأمريكي يتدخل في الانتخابات الأمريكية لصالح طرف أو آخر. فأعتقد أنه يوم الجمعة القادم اللي هو بعد خلال يومين ثلاثة هيكون هناك التقرير الخاص نون فارم بيرول أو تقرير الوظائف غير الصناعية في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي، هيعطي صورة أكثر وضوحا للفيدرال الأمريكي عن معدلات البطالة، هل هي زادت أم بقيت. آخر مرة كانت 4.1، هل هي زادت عن هذا الأمر أم انخفضت. هنعرف أيضا عدد الوظائف الجديدة التي تم زيادتها في الفترة الماضية الشهر الماضي، هل هي كانت أعلى من المعدل أم أقل من المعدل. هنشوف أيضا تقرير التضخم القادم في شهر في أغسطس حتى تتضح الصورة أكثر أمام الفيدرالي الأمريكي، لكن ما صدر من بيانات حتى الآن وما نراه من أسواق الأسهم الأمريكية وما نراه من حديث من الخبراء يرشح شهر سبتمبر القادم كي يكون يعني الشهر الأول للبدء في تخفيض أسعار الفائدة. أعتقد أن جيروم باول هيلمح بهذا الأمر في اجتماعه غدا، وإن كان لن يعطي تاريخ محدد لأنه هيتحدث دائما على أنه it's data dependent، هيعتمد على البيانات الاقتصادية التي تخرج من الاقتصاد الأمريكي في هذا الشهر لتحديد الأهمية، لكن هناك تخوف أن يقوم الفيدرال الأمريكي بالتأخر في عملية خفض أسعار الفائدة، فيؤثر هذا سلبا على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، يؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، فهي عملية غاية الحساسية، إن تأخر هيؤثر سلبا، وإن قام ب يعني البدء سريعا وعدد التضخم الارتفاع مرة أخرى هيؤثر سلبا على الاقتصاد. فأعتقد أنه التقارير الاقتصادية التي ستصدر في هذا الشهر أو في شهر أغسطس القادم هتكون لها الجانب الأكبر في تحديد التوقيت الذي سيبدأ فيه الفيدرال الأمريكي في البدء في أسعار بدء في خفض أسعار الفائدة، وأيضا مدى سرعة وتيرة هذه التخفيضات. نعم. هل تكون كل اجتماع؟ هل تكون في عدة اجتماعات غير متتالية؟ لكن النقطة التي أشرت إليها وجيهة جدا، وهي الابتعاد عن فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى لا يفهم قرار الفيدرالي خطأ. أنتقل لك نادية، وما هي ردود فعل الأسواق المالية المحتملة إذا قرر الفيدرالي تأجيل خفض الفائدة؟ يعني بداية شكرا على الاستضافة، وأوافق الرأي طبعا أن أول خفض سنراه سيكون في سبتمبر وفقا على البرايسينج اللي صار في الماركتس 100% أنه رح نكون أو رح نشاهد يعني أول تخفيض بربع نقطة في شهر سبتمبر المقبل. ولكن يعني الأكثر أهمية الآن نبرة باول في اجتماع غدا، هل ستكون لا
لهجة صقورية أو أستبعد أنها تكون يعني تعطينا إشارات واضحة حول إمتى سيكون في هذا التخفيض، ولكن أعتقد أن إذا قال باول أو صرح بأن بالفعل في soft landing أو هبوط ناعم، فهذا الشيء سيرحب به الأسواق، وسنرى أن توجيهات الأسواق ستكون مرتفعة أكثر. يعني هذا ما يريد أن الأسواق تسمعه، تريد أن تعرف أن في soft landing، وطبعا في سيكون في تخفيض للفائدة. ولكن أريد أيضا أن أذكر أن آخر مؤشر للناتج المحلي الإجمالي، هذا البيان الذي جاء الأسبوع الماضي، كان مرتفع، كان عند 2.8%، وهو كان أعلى من التوقعات، ويعني لذلك عندنا قوة في الاقتصاد. يعني طبعا في بيانات أخرى تشير إلى ضعف الاقتصاد مثل معدل البطالة ويعني سوق العمل، ولكن طبعا يوم الجمعة، هذا الجمعة سيوضح لنا المزيد عن الباث، أو كمان هل سنشهد بالفعل هذا الأمر المحسوم صار في الأسواق بنسبة 100% في سبتمبر. ولكن الناتج المحلي الإجمالي الذي هو كان في نطاق 2.8%، وهو يعني يعكس أن لسه في مهلة للفيدرالي أن يأخذ راحته بتخفيض أسعار الفائدة. أستاذة أمجد، الفيدرالي أوضح أن معدل التضخم المستهدف عند مستوى 2%، وهذه هي المعدلات ربما التي يرتاح لها الاقتصاد أو الآمنة للاقتصاد الأمريكي بشكل أو بآخر. تأجيل خفض الفائدة حتى ولو لفترة وجيزة، ما انعكاسه على توقعات التضخم في البلاد؟ أولا، مستوى 2% كان الأقرب للواقع قبل أحداث الكورونا وما أثرت عليه من يعني زيادة كبيرة في معدلات التضخم. أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي لو وصل التضخم إلى 3% هيكون سعيد بهذا الأمر، لأن آليات العمل تغيرت بعد الكورونا، هناك زيادة كبيرة في الأجور، هذه الزيادة تؤثر على التضخم. التضخم ليس فقط في الأسعار، ولكن أيضا تضخم في الأجور. فأعتقد أن مستوى 2% وإن كان هو المستوى الذي كان يستخدم قبل أحداث الكورونا، هيكون من الصعب تحقيقه بعد أحداث الكورونا، على الأقل في السنوات القليلة القادمة، اعتمادا على من سيكون سيد البيت الأبيض، هل هيكون ديمقراطي أم جمهوري بغض النظر عن الاسم. لكن الفترة القادمة هتشهد ترقب، حالة من الترقب. لا أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي هيتأخر كثيرا في تخفيض أسعار الفائدة، لأنه يدرك أن هذا التأخر قد يؤثر بصورة سلبية كبيرة على الاقتصاد الأمريكي. كما أشرت، الأسبوع الماضي شهدت أسواق الأسهم انخفاضات كبيرة، الناس ذاكوا الـ S&P، كثير من الأسهم الأمريكية خاصة الأسهم التكنولوجيا شهدت انخفاضات كبيرة. هناك حالة من التخوف أن يكون يعني نظرة الفيدرالي المتأخرة بعض الشيء في اتخاذ القرارات قد يكون لها تأثير سلبي. فأعتقد أنه يعني باول تومورو هيحاول أن يطمئن الأسواق أنه على دراية بمخاطر التأخير في قبض أسعار الفائدة، وأنه لن يقوم بهذا الأمر، لكنه في النهاية هيتحرك في الوقت الذي يريده. احنا شاهدنا احد الفيد دادلي، وهو احد اعضاء الفيدرالي الامريكي، تحدث عن حتمية خفض اسعار الفائدة في اقرب وقت ممكن، وهو احد الاصوات المعروفة في الفيدرالي الامريكي. فهناك تزايد في نغمة البدء والاسراع في وتيرة خفض اسعار الفائدة، حتى لا يؤثر سلبا على الاقتصاد الامريكي فقط والاقتصاد العالمي. احنا يعني هناك صراعات جيوسياسيه كثيره تدور حول العالم، سواء كانت في اوروبا او في الشرق الاوسط، وهناك تخوف ان يؤثر هذا سلبا، على سبيل المثال على اسعار النفط التي من شانها ان تؤثر سلبا على التضخم. فهناك الكثير من العوامل التي ينظر لها الفيدرالي الامريكي، ليس فقط العوامل الاقتصاديه، ولكن العوامل الجيوسياسيه التي تؤثر على معدلات التضخم وعلى أسعار الطاقة العالمية، التي من شأنها التأثير سلبا على النمو الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة أو في دول العالم الأخرى. أستاذة نادية، طبعا هناك هذا الترقب بخصوص معدلات الفائدة في الاجتماعات المقبلة للفيدرالي، وأيضا الانتخابات الرئاسية
لا يعلم الأمريكيون من سيفوز، الديمقراطيون أم الجمهوريون. كل هذه العوامل وكل هذه الأمور الغير محددة، كيف يأخذها المستثمرون في اعتبارهم، وما هي الاستراتيجيات الأفضل للاتباع في هذه المرحلة الدقيقة؟ طبعا زادت المخاوف عن إذا كان يعني المرشح الجمهوري أو دونالد ترامب إذا كانت مسكت الادمنستريشن، شو يعني النتائج اللي هنشوفها على التضخم. طبعا بالفعل نتوقع أن التضخم يرتفع أكثر من مثلا إذا مسك الانتخابات الديمقراطيين، وهذا الشيء سينعكس بالشكل سلبي على الأسواق. يعني طبعا مثل ما رأي أين أن أسواق التكنولوجيا أوريدي في خطر بسبب تراجعات النواتج التي شهدناها الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع الأسواق ستركز على النتائج الأرباح، خصوصا مع قطاع الذكاء الاصطناعي الذي فيه استثمارات جدا كبيرة ولم نرى عوائد للآن يعني. فهذا أيضا يشير إلى مخاوف ويعني يصب في مخاوف من التضخم. وأيضا في حال فاز ترامب ويعني الأسواق تسعر ذلك من الآن، نتوقع أن يكون في زيادة في التضخم، مما سيكون مشكلة للفيدرالي إذا كانوا عايزين أنهم يخفضوا سعر الفايدة أكثر من مرة في بعد شهر سبتمبر. يعني أوريدي نتوقع أن في شهر سبتمبر ممكن أن نرى هذا الشيء يصير، ولكن أيضا الأسواق تتوقع يعني تخفيضة أخرى في شهر ديسمبر بنسبة ربع نقطة مئوية أيضا. أستاذ أمجد، أشرت إلى نقطة مهمة وهي التأثير العالمي لقرارات الفائدة الأمريكية، ويعني نعلم ورصدنا كيف يعني تبع العالم والقرارات الفائدة الأمريكية. وجدنا ارتفاع للفائدة في أوروبا، أيضا في مناطق أخرى حول العالم. كيف تنظر لمعدلات الفائدة عالميا من هذه النقطة وللمستقبل؟ تمام، أنا بس هعلق على نقطة سريعة فيما يتعلق ب تعامل أسواق الأسهم أو الاقتصاد الأمريكي مع فوز ترامب أو كاميلا هاريس. إحنا شاهدنا بعد الانتخابات أو بعد المؤتمر الخاص بالحزب الجمهوري ارتفاع كبير في أسواق الأسهم الأمريكية، خاصة القطاع التكنولوجي والقطاع الطاقة، لأن كان هناك توقع بما يسمى ترامب تريد، أن ترامب هيفوز بالرئاسة، وهذا هينعكس إيجابيا على أسواق الأسهم. ثم بعد أن تنحى بايدن عن الترشح لفترة أخرى وتم ترشيح هاريس وإن كان بصورة غير رسمية، شاهدنا ما يسمى بهاريس تريد اللي هي شهدت انخفاض في أسواق الأسهم الأمريكية. فترامب من المتوقع أن يكون أكثر إيجابية لأسواق الأسهم العالمية. فيما يتعلق بأسعار الفائدة على العالم كله، إحنا معروف أن الفدرال الأمريكي لديه ريادة في البدء في رفع أسعار الفائدة، وأيضا الريادة في البدء في خفض أسعار الفائدة. بعدما تم الاستقرار أو بدأ التضخم في الاستقرار حول العالم، بدأ الـ ECB أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك أوف إنجلند الحديث، أو بنك أوف كندا اللي هي البنوك العالمية الكبرى، الحديث عن البدء في خفض أسعار الفائدة. لكن الجميع منتظر من سيأخذ الخطوة الأولى، هل هيكون الفدرال الأمريكي أم يكون الـ ECB أم يكون بنك أوف إنجلند. أعتقد أنه دائما ما تنظر أوروبا الولايات المتحدة للبدء في هذا الأمر، لأن كل دولة أو كل منطقة لها خصوصياتها فيما يتعلق بمعدلات التضخم، بمعدلات البطالة، بكيفية تعامل الاقتصاد مع أسعار الفائدة. فأعتقد أن الجميع هينتظر لقيام الفدرال الأمريكي بهذا الأمر، وأعتقد أنه هيبدأ في هذا الأمر لمحاولة يعني تقليل العوائق الاقتصادية الكبيرة. رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على الاقتصاد، سواء كان في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في كل مكان. شاهدنا هذا الأمر في أسعار المنازل في الولايات المتحدة، في أسعار السيارات. كل هذه الأمور تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. أعتقد أنه هيكون هناك بدء، وهيكون هناك دائرة اقتصادية
افضل في الفتره القادمه. على فكره بغض النظر عن من سيكون مالك البيت الابيض، في بعض الناس بتعتقد ان 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 قاتل البيت الابيض لديه قدره كبيره على التحكم في الاقتصاد الامريكي، في بعض الاحيان ما بيكونش هذا الامر، بيكون الفدرالي الامريكي، بيكون اليات الاسواق العالميه، بيكون القوانين التي يمررها الكونجرس، لان الكونجرس هو من يستطيع ان يعطي القرارات الاقتصاديه فيما يتعلق بالضرائب، فيما يتعلق بالحوافز الضريبيه، في كل هذه الامور الرئيس لديه القدره على الاقتراح، لكنه لا يستطيع دون الكونجرس ان يقوم بهذا الامر. فاعتقد انه الفتره القادمه مع البدء في خفض اسعار الفائده هتشهد انتعاشا اقتصاديا ليس فقط في الولايات المتحده ولكن حول العالم، بغض النظر بصوره كبيره عن قاتل البيت الابيض. لو كان ترامب هيكون موجود هيكون افضل من ناحيه الطاقه، لان ترامب سيؤيد زياده انتاج الطاقه داخل الولايات المتحده، خاصه الطاقه الحفوريه سواء كان بترول او غاز طبيعي. ده هيؤثر ايجابيا على معدلات التضخم، لان الطاقه بتدخل كمكون اساسي في مساله التضخم في الولايات المتحده، هيؤثر هذا ايجابيا عليها، ينزل التضخم. اعتقد انه ايضا ترامب هيكون ليه دور اكبر في حل النزاعات سواء كانت في اوروبا او في الشرق الاوسط، ده ايضا هيؤثر ايجابيا على طرق الملاحه، هيؤثر ايجابيا على اسعار الطاقه. فقد يكون ترامب نعم ايجابيا، ولكنه ايجابيا ليس فقط بسبب الوضع الاقتصادي داخل الولايات المتحده، لكنه بسبب قدرته على حل الازمات العالميه التي نمر بها اكثر من الاداره الديمقراطيه. شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا من نيويورك أمجد عطية، المدير التنفيذي لتريد فيو، ونشكر ضيفتنا من دبي نادية البيلاسي محللة أسواق المال بأكويتي جروب.